أوقات الجد بدأت محمد. نعم. أوقات الجد بدأت عندما تصل إلى أرض البطولة، تبدأ أوقات الجد ويبدأ التركيز في قمته. السلام عليكم، هنستعرض مع بعض دلوقتي أهم لقطات وصول بعثة النادي الأهلي لقطر للمشاركة في كأس العالم للأندية. ولكن في البداية خليني أبدأ بأفضل لقطة بالنسبة لي أنا. شوفوا مين اللي واقف على باب صالة المطار مستني يطمن إن بعثة النادي الأهلي كلها خرجت وغادرت صالة المطار. شوفوا مين اللي واقف، هل هو إداري؟ هل هو مدير الكورة؟ هل هو عامل من عمال النادي الأهلي؟ لا والله، ولا حتى عضو مجلس إدارة. إنه القائد، إنه الأسطورة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي يا جماعة، واقف بنفسه زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده، واقف مستني يطمن إن اللعيبة كلها خرجت. أشياء لا تراها إلا في النادي الأهلي. وجمهور النادي الأهلي العظيم، جمهور النادي الأهلي الكبير اللي أنا بتشرف إن أنا واحد منه، شوفوا استقبالهم للكابتن الأسطورة محمود الخطيب. وزي ما انتوا شفتوا في نهايه الفيديو محمود الخطيب بيقول لهم لا كلنا بيعمل لهم كده نفس الاشاره اللي انتوا شايفينها دي، اهتفوا لينا كلنا، اهتفوا للفريق كله مش لمحمود الخطيب بس. انكار الذات في ابهى صوره. نيجي بقى للسؤال اللي الناس كلها بتدور عليه او بتساله، فين ابو تريكه؟ ليه ابو تريكه ما استقبلش بعثه النادي الاهلي؟ خليني اقول لك يا صديقي ان صعب جدا ان ابو تريكه يجي ويقف في وسط بعثه النادي الاهلي ويسلم عليها في اجراءات احترازيه شديده جدا علشان جائحه كورونا، وصعب جدا ان ابو تريكه يروح ويسلم ويستقبل، واكيد ده ابو تريكه ما شافهمش بقاله سنين فيبقى في سلام وفي احضان. ولكن اعتقد ان اللي عمل ابو تريكه ده الصح. ابو تريكه ممكن تلاقيه في الفندق، ابو تريكه مليون في المية، مليون ايه؟ مليار في المية، هتلاقيه اول واحد في المدرجات بيشجع النادي الاهلي. ابو تريكه ممكن تلاقيه في التدريب، ابو تريكه هتلاقيه مع النادي الاهلي في كل مكان في قطر. ولكن الاستقبال كان صعب شوية ان هو يروح علشان خاطر الزحمة وعلشان خاطر الاجراءات الاحترازية. فيديو النهاردة خلص، استنونا في فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده. سلام.